التقى وزير الإعلام معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني خلال زيارته الحالية لمصر عددا من القيادات الإعلامية المصرية، وأكد معالي في كلمة ألقاها خلال اللقاء على عمق العلاقة الممتدة بين السلطنة ومصر عبر مختلف العصور. شهد سوق الحمراء نشاطا في بيع خلايا نحل العسل المحلي، والذي ينشط في موسم قطاف برم السمر الصيفي في شهري مايو ويونيو من كل عام، حيث وصل على سعر لخلية واحدة 200 ريال عماني. أعلنت الشرطة العراقية اليوم مقتل 33 شخصا بينهم عناصر من تنظيم داعش، وإصابة 12 مدنيا في حوادث متفرقة بمدينة بعقوبة شمال شرق بغداد. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع إصلاح يدعمه الرئيس باراك أوباما، ويهدف إلى تقييد قدرة وكالة الأمن القومي على جمع بيانات خاصة بمواطنين أمريكيين. أبدى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني فخره باللعب ضد النجم ستيفن جيرارد أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد إنهاء مشواره مع فريقه وشده الرحال للعب مع فريق لوس أنجلوس.